من الخرطوم ينضم إلينا الآن الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع. السيد محمد حمدان أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج أخبار الليلة. إذن ما الذي يجري الآن من تطورات بينكم وبين الجيش؟ هل فعلا الجيش استطاع السيطرة على كثير من المناطق والقواعد التي وصلتم إليها في الساعات الماضية؟ نحن لو دارين نتكلم بس في المواقع ما في حاجة. هو نحن موجودين الآن موجودين بالدليل وقاعدين نتكلم معاكم. ما في حتى نحن استلمناهم ورجعوه لعند الان. نحن كل المواقع اللي استلمناها موجودين فيها، باقي لهم مواقع بسيطه. واحنا من هنا نتو شرفاء القوات المسلحه انضمام لخيار الشعب، وبرضه احنا من هنا بنقول للشعب الثاني احنا معاكم، احنا مع خيار الشعب، احنا مع الثوار، احنا مع العمليه السياسيه الماشيه، احنا مع خروج المؤسسه العسكريه تماما من 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 السياسه او الحقل السياسي. فنحن ده كله كذب. انا تكلمت كثير في الحته دي، ما اسمها كاذب، هم دي اكاذيب، ما دي اكاذيب ساكت يعني، ما في حاجه بس بردوهم، ما بردوه كيف، ما بتترد. الجيش يتحدث عن تطويقه لمطار مراوي، كذلك عن صور متداولة لاستسلام عناصم قوات الدعم السريع في النيل الأزرق، والكثير من الأنباء وتفاصيل حول استسلام أو سيطرة الجيش على هذه المقار. تنفون كل هذا؟ والله النيل الأزرق أنا ما متأكد. النيل الأزرق لين الآن أنا ما عندي اتصال، أنا مشغول بال إدارة العملية في الخرطوم، لكن نشوف النيل الأزرق وأقاشر ما أرد في كلمة كاذبة، أشوف هل الكلام ده حقيقي ولا ما حقيقي. لكن ممكن يلبسوا ناس كاكي بتاع الدعم السريع، هم متعودين، والكاكي حقهم هم بتاع الدعم السريع من سور بتاعتهم تبعهم يعني. ممكن يلبسوا ناس كاكي يقولوا ده استسلموا، لكن هم عند الآن ناسنا كلهم ما عندنا دول استسلم، قالوا له عثمان الآن قاعد العمليات. هم دي أكاذيبهم طبعا، زي ما أنا قلت قبل شوية دي أكاذيبهم. الجيش السوداني وصفكم بالمتمردين، هل لديكم توصيف آخر للتحرك الذي قمتم به؟ نحن ما بنقول الجيش، نحن بنقول البرهان وعصابته هم المتمردين وليس الجيش. الجيش السوداني نحن الجيش على راسنا، الجيش جيشنا، جيش الشعب السوداني، الشعب ما جيش برهان. نحن ما بنقول الجيش، نحن بنقول عصاب الحاكم الجيش، العصاب الحاكم الجيش. فالجيش نحن كتار من أخوانه والآن انضموا، كتار من أخوانهم الآن في الأسر والآن في الحفظ والصون، وإحنا ديل ضباطنا وأخواننا. إحنا ما حنقدر إحنا إلا نقاومنا بالسلاح، دول ما قاومنا بالسلاح أنا ما حنقاوم نهائيا. تحدثت عن عصابة داخل الجيش، من تقصدون؟ أقصد العصابة رئيس برهان وعصابته من الكرتي وأسامة عبد الله والعصابة تحت الحركة الإسلامية في الجيش. نعم. هل تواصلتم مع أي جهات الآن من أجل، أو تواصلت معكم جهات محلية أو دولية من أجل الوساطة بينكم وبين الجيش أو بينكم وبين البرهان؟ إحنا ما عندنا اتصال مع أي برهان، ما عندنا أي اتصال مع البرهان. البرهان استسلم بس، ما استسلم من استلمه، ما أصلا ما عندنا معه كلام أكثر من كده. إذن تنتظرون فقط الاستسلام، المواجهات ستصل فقط لاستسلام الجيش بحسبكم؟ لا نحاوله الآن، هو محاصر. تقولون مرة أخرى سيادة الفريق أول، الجيش محاصر أو البرهان محاصر الآن وتنتظرون استسلامه؟ محاصر الجيش القوام، الجيش القوام خلاص، الجيش القوام اللي استسلم استسلم، والما استسلم يعني في قتلى كتار جدا بدنا منهم. والآن نحن الحمد لله يعني بالنسبة لأنا ما داري أتكلم عنه، هم نحن مسيطرين، الحد فر وكر. لكن احنا الان كل القواعد اللي استلمناها الحمد لله كلها تحت يعني هي موجوده. والان احنا بنتكلم عن استسلام البرهان، يعني الان نتكلم عن استسلام البرهان. كانت هناك بعض الوساطات من قبل الكتله الديمقراطيه وحتى المركزي بينكم وبين الجيش السوداني، او بينكم السيد حميتي وبين السيد البرهان. تحدثتم بلهجه ايجابيه امس عن انكم لن تضعوا شروطا او اي عقد قبل الجلوس الى السيد البرهان. في السيد البرهان في الأخير كذلك تحدث عن بعض الأجواء الإيجابية بحسب الكتلة الديمقراطية، وفي الأخير اندلعت هذه المواجهات. ما الذي حصل لاحقا؟ ما هو قلت له ذاك، هو أصلا خادعهم، هو خادعهم أصلا. أنا كلمتهم، أنا قلت له أنا موافق، لكن نحن واجهنا 4 صباحا بمحاضرة كل معسكراتنا وقفل الكباري انقلاب كامل الدسم، لكن بشرناه والحمد لله. ما الذي تقصدونه؟ ما الذي حصل بالفعل؟ ما الذي أشعل هذه المواجهة بعد وساطة كانت تسير نحو بعض الأجواء الإيجابية؟ حاصر المعسكرات بتاعتنا، الكلام مش واضح، حاصر المعسكرات بتاعتنا.
بقوات حاصر المعسكرات كلها. نعم. كنتم نشرتم كقوات دعم سريع فيديو لجنود مصريين وقلتم إنه مستسلم، وفي المقابل المتحدث باسم الجيش المصري رسميا هو قال بأنهم كانوا في إطار تدريبات ومناورات مع الجيش السوداني ويسعى أو يطلب من الجميع الحفاظ على أمنهم وسلامتهم. إحنا ملتزمين بأمنهم وسلامتهم، احنا ملتزمين بامنهم وسلامتهم، الا الاشتباكات، في اشتباكات هنا وهناك بتجي علينا وهم موجودين معانا، لكن احنا في امنهم وسلامتهم احنا ملتزمين تماما. ولكن من هم؟ تتكلمت عن عسكريين الان قلت قاعدين عندهم تدريبات في الغارده؟ نعم. انا بتكلم عنهم هم ذاتهم. إذا انتم كذلك تشددون على انكم تحافظون على امن وسلامة الجنود المصريين؟ نعم نحافظ، هم في الحفظ والصون مع أخوانهم موجودين الآن، ونحن بأقرب طريقة أنه نحن نخليهم طوالي لدولتهم إن شاء الله حسب رغبتهم، حسب رغبة الأخوان المصريين. نعم. بعد هذه المواجهات إلى أين وصل الحديث عن أي اتفاق نهائي، وخاصة الملف الخامس، ملف الإصلاح الأمني والعسكري؟ الله يدك. الآن ما نتكلم عن الإصلاح الأمني، الآن نتكلم عن استسلام البرهان. بعد استسلام البرهان احنا كلنا اخوان وكلنا جيش واحد، وان شاء الله حنصل لاتفاقات تمرق البلد ان شاء الله للمستقبل باذن الله، لكن ده كلام سابق لاوانه. ولكن النقاط التي عقدت الوضع واوصلتكم الى هنا الى هذه المواجهات هي نقاط عسكريه تقنيه في البدايه بينكم وبين الجيش السوداني، هل صحيح انكم وضعتم شروطا تعجيزيه في الساعات الاخيره الماضيه؟ هل فعلا وضعتم شروط تعجيزيه تتعلق باقالات في الجيش؟ احنا ماشيين على نفس الاتفاق، احنا وضعنا اي شروط؟ كل الشروط، كل المقترحات اللي اقترحوها لنا في المجموعه احنا وافقنا بها. فده كلام سابق لأوان، ودي نتكلم فوق لاحقا إن شاء الله، لو حيين هنتكلم فوق لاحقا، لكن إحنا ما عندنا أي إحنا دي ذريعة، هو ذريعة دارت خارج من اتفاق الإطاري، بس لكن دي ذريعة هو عاملها، ده حاجة معروفة طبعا ما داعي نتكلم فيها. نعم. هناك مواقف دولية لا أعلم إلى أي حد تابعتها سيد محمد حمدان، بينها أمريكية أوروبية غربية، تتحدث عن ضرورة التراجع، كيف تردون على هذه الدعوات؟ نحن نحترم رأي العالم كله حولنا، شغال العرب، كل الناس المواقفين مع الشعب السوداني، ونحن ما دعاة فتنة ولا دعاة حرب، ونحن بنشكر كل الأحزاب السياسية بما فيهم الموقعين الكتلة الديمقراطية. نحن ما عندنا مشكلة، الآن نحن دايرين كيف استسلام البرهان، العائق الحقيقي للاتفاق هو البرهان، ونحن دايرين هو يستسلم عشان نوقف المعركه دي ونمشي طوالي في العمليه السياسيه، وان شاء الله حيحصل ناس من القوات المسلحه وينضموا للعمليه السياسيه لخيار الشعب ونمشي لقدام. احنا خلاص كعسكريين مرقنا من من من, من السياسه، مشينا رجعنا للسكنات. نعم. وده شيء متفق عليه. سياسيا من يدعمكم في هذا التوجه او في هذا الطرح استسلام البرهان بحسبكم؟ يعني احنا بدعمنا كل الشعب السوداني في هذا التوجه، ده خيار الشعب، ده احنا نحزن له من 2011، ده خيارنا نحزن له من 2011 احنا. ولكن كأطراف سياسية، كأحزاب، كحركات، كل الكتلة الديمقراطية ضربوا علي من الصباح، هم زعلانين وأدانوا هذا العدوان، والموقعين من الحرية والتغيير، لجنة الاتصال، والموقعين كلهم دانوا هذا التصرف الجبان. ونحن كل الان الناس المادارية التحول الديمقراطي، الحزاب السياسيه، رجال المقاومه، الشباب، كل الناس الدائره التحول الديمقراطي الحقيقي هم واقفين معنا الحمد لله. نعم. اذا سياده الفريق اول، اذا سمعتم من المركزي او القوى الموقعه على الاتفاق الاطاري تنديدا بتحرك الجيش ووصفه بالتحرك الجبان، هكذا نقلتم على لسانهم؟ سيد محمد حمدان. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.